نروح لأخبارنا سريعا جدا عشان عندنا حلقة دسمة جدا النهاردة. الأهلي طبعا هيرجع للتدريبات. خليني بس قبل ما أروح للتدريبات أقول لكم الغيابات. كريم وأكرم أنتوا عارفين إن هم خلاص الموسم بالنسبة لهم تقريبا شبه منتهي. السولية متولي. الاثنين في صعوبة كبيرة جدا إن هم يلحقوا بمباراة نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي. وسافيو طبعا رجع بوليفيا مرة تانية، وحمدي احترف في قطر. قصة ديانج، ويمكن انا تابعت جزء من حلقه زميلي محمد سعيد في الترند قبل ما اطلع على الهواء على طول، ويعني انبسطت ان هو اشار للحته دي، لانه لم يصدر. انا النهارده لقيت ناس كلها بتتكلم على ايقاف ديانج، هو لم يصدر قرار بايقاف اليو ديانج، هو القرار او يتم تفعيل الايقاف اذا لم يلتزم اليو ديانج بسداد الغرامه، وهو ما لم يحدث. وانا بقول لحضراتكم انه لو ديانج جاهز فنيا بنسبه 90% ديانج موجود في ماتش الزمالك. وحتى ان لم يكن ديانج جاهز لمباراه الزمالك برضه ما نقلقش، يعني ديانج لاعب تقيل ولاعب ليه اهميته ومسمار في نص الملعب، ما حدش يختلف على ده. يمكن يكون افضل لاعب خط نص محترف جه في تاريخ الكره المصريه، او يعني من افضل يا سيدي عشان ما نبقاش بنبالغ. جوهره ماليه ما حدش يقدر يختلف على ده، لكن غيابه ما اعتقدش انه ممكن يكون مؤثر. وكل لعيبه الاهلي نجوم و11 راجل في الملعب قادرين ان شاء الله يبسطوا ويمتعوا. احتفاليه يوم الخميس اللي جاي.